أهلا بكم. يتواصل تحسن نسبة ملء السدود بالمغرب بشكل ملحوظ، وهو ما تؤكده معطيات كتابة الدولة المكلفة بالماء التي أفادت بأن هذه النسبة انتقلت بين 6 و16 من أبريل الحالي من 64.2% إلى 69.2% بزيادة 5%، وقد سجلت نسبة ملء بعض السدود 100% كما هو الشأن بالنسبة لسد وادي المخازن وسد سيدي محمد بن عبد الله. خلال الفترة نفسها، يؤكد بلاغ كتابة الدولة أنه تم تسجيل تساقطات مطرية مهمة تراوحت بين 100 و 120 ملمترا بعدد من أحواض المملكة، وبفضل هذه التساقطات تحسنت وبشكل واضح وضعية المخزون المائي، متمثلة بالخصوص في نسبة ملء السدود، وذلك بفعل الواردات المائية المهمة والمتفاوتة بحقينة عدد كبير من السدود، والتي تقدر إجمالا بحوالي 1.3 مليون متر مكعب. وتتوقع كتابة وهد الدولة المكلفة بالماء استمرار تحسن مستوى المخزون المائي بالسدود والفرشاة المائية خلال الأيام المقبلة، مما سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالنسبة للمدن والمراكز المزودة انطلاقا من السدود، وكذا الحاجيات الضرورية من مياه السقي بمعظم الدوائر السقوية. وبخصوص حقينة السدود الرئيسة بالمملكة، فقد سجلت إلى حدود يوم الاثنين الماضي 10.3 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 68.3%، وهو مستوى يزيد عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من عام 2017 التي بلغت فيها المخزونات نحو 8.5 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 56.2%. وإلى جانب أهمية التساقطات المطرية، تلعب السياسة المائية دورا مهما في ضمان الأمن المائي في المغرب. فمنذ عشرات السنين شرعت المملكة في إدارة مواردها المائية عن طريق إقامة بنية تحتية كبرى للمياه، واتخاذ إجراءات مهمة على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، ووضع عدد من البرامج بينها المخطط الوطني للماء الذي يعد استراتيجية مرجعية للسياسة المائية المملكة، ترتكز على إدارة الطلب على الماء وكفاءة استخدام المياه وتطوير العرض والحفاظ على الموارد المائية. وكنتيجة لهذه السياسات، بات المغرب يتوفر على 140 سدا كبيرا بسعة تفوق 17.6 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى آلاف من العيون والأبار لتخزين المياه الجوفية، وهو ما ساعد في تأمين إمداد السكان بالماء الصالح للشرب وتطوير شبكة حديثة للري تغطي نحو 1.5 مليون هكتار. وبفضل تلك السياسات أيضا، تمكنت البلاد من استخدام المياه في توليد الطاقة الكهرومائية ومن إدارة المخاطر الناتجة عن الفيضانات ورفع مجموعة من التحديات المرتبطة بمجال الماء. شكرا على طيب المتابعة.